مشاهدينا، كيف كنتم تشعرون عندما كنتم صغارا وكان يتم منعكم من مشاهدة برنامجكم المفضل على شاشة التلفاز؟ حسنا، في خبرنا لليوم المانع هو الحكومة الصينية. فبحسب موقع رويترز، تبحث الصين تجديد القيود على المحتوى الأجنبي، لا سيما عرض البرامج الإخبارية في البلاد. وبحسب مسودة إرشادات صادرة عن الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الخميس الماضي، فالقيود ستطال أيضا الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة، ليس على شاشة التلفاز فحسب، بل على منصات الفيديو وعلى الإنترنت أيضا. وإن لم يكفيكم كل ما سبق، فلتعلموا أيضا مشاهدينا أن هذه الخطوة أتت في إطار حملة واسعة تستهدف المحتوى الإلكتروني، من بث مباشر إلى المدونات وألعاب الهواتف المحمولة أيضا. فهل تجدون أن الإجراءات مبالغ بها وتنتهك خصوصية الفرد، أم أنه واجب على كل دولة أن تحمي مواطنيها من أخطار قد يواجهونها ولو اختارت طريق الرقابة والمنع بدلا من التوعية؟ شو رأيكم؟ يعني أنا رح بلش من محل ما انطلقتي، لأنه نحن وصغار صراحة ما كان في لا مسلسلات ولا رسوم متحركة تمنع أو فيها هالمضمون يلي بخوف، يلي عم نشوفه اليوم بكثرة هائلة ومخيفة. يعني إذا بناخد نقيس الموضوع هيك على بشكل فردي، كم من أمر من ألعاب هواتف ذكية إلى كرتون، رسوم متحركة، مسلسلات، أفلام، أخبار ومحتوى الأخبار العنيف جدا بهيدي الأيام والتركيز عليه، لا بل هيك يعني استغلاله كمادة للإثارة، بتحسي أنه أنت بدك تمنعي أطفالك وبدك تمنعي حالك حتى تتفادي هالكم الهائل من الأذى والعنف والسلبية. فمش غلط الفكرة أكيد، مانا جاية من مشي، ما معقول تكون قمعية بالدرجة الأولى، لربما حسب سياسة الصين مانا فاتة بالتفاصيل فيها شيء من القمع، ولكن على الأكيد يعني مانا مستغربة بشكل مطلق. أنا بالنسبة لي مع المنع ومع التوعية كمان بنفس الوقت، مع المنع لأنه فعلا المحتوى اللي يقدم في كتير من الأوقات هو محتوى عنيف جدا ومحتوى يعني مؤذي نفسيا، يعني إن كان للأطفال وإن كان حتى للكبار، حتى نشرات أخبارنا مليئة بالدماء، وما بعرف قديه في يعني قديه هي مصلحة الخبر ربما أنه يوصلك أنه تشوفي هالكمية من الدماء فيك كنت تعرفي، ربما يعني لأنه يعني بعتذر أنه بدي أحكي هيك، بس أنه فيك تعرفي قديه عدد القتلى، ربما قديه عدد الجرحى، من غير ما الواحد يفوت كتير بتفاصيل يعني هيدي المشاهد العنيفة. يعني المعايير الأخلاقية عم تخرب صحيح هيك للجسد، وأيضا حتى بالنسبة لألعاب الأطفال، خاصة بأنه كتير من ألعاب الأطفال الآن يعني صارت تودي للانتحار ومعروف فيها، وصلنا نحن حتى صحيح يعني بينشر أفكار يمكن ما بتناسبنا. صحيح يعني انت الرقابة أكيد مهمة والتوعية مهمة والمنع مهم في كثير. الحرية منه هيك يعني صحيح. مش مصطلح بالمطلق، نعم منه مرات عم بيؤدي للأسف عم يتم استغلاله للوصول إلى محلات مخيفة. لازم تتنقى.